أزمة شح الدقيق في البلد، حرصت عائلة السيدة راضية على تحضير عولتها ككل صيف. هي عادات تخلينا علمناها على جدادنا يرحمهم، وقد احنا كل عام نعاودوا فيها. علاش نخافوا لا تندثر؟ خاطر ما عادش فما كبار اللي تعمل في العولة، ما عادش موجودة العولة بكثافة. تقول إن هذا تقليد ضارب في القدم لازالت العائلة متشبثة به، والعلا هي تحضير مؤونة الكسكس، الأكلة الأمازيغية التي وصلت شهرتها إلى اليونسكو فصنفتها تراثا عالميا. العلا عندها رونق خاص، عندها طعم خاص، عندها نخدو السميد، نبداو نفرقصو على السميد، نخدو السميد، نحضرو السميد، نحضرو القصاعة اللي باش نعملو فيهم العلا، الغريب، الملاحف اللي باش نرشوا عليها العولة، النساء، ونحضروا العولة، ناخذوا السميد نغربوه ونحضروه، ومن بعد ناخذوا السميد ونحطوه في قصعة بالملح وبالماء، نعملوا العولة والغريبل. تبدا مرة تزلق ومرة تكسكس ومرة تنشر. وللعولة طقوسها الخاصة، تبدأ بغربلة الدقيق ثم تحويله باستعمال مجموعة من الغرابيل إلى حبات صغيرة تجفف لمدة أسابيع تحت أشعة الشمس قبل أن تخزن في أوان فخارية. المخزن هي مونة عام كامل، نستحقوها ونستحقوا في أفراحنا في مناسباتنا نجبدوها. هي بدأت تندثر بحكم كونه الكبار ما عادش كبار اللي يتعاونوا تعمل العولة. طوّة خاصة السنة ما فهمش سميت اللي معظم العائلات التونسية هيش باش تعمل العولة. لأفراحهم ومناسباتهم ليس أشهى بالنسبة للتونسيين من أكلة الكسكس التي تتفنن أنامل النساء في صنعها بكثير من الدقة والصبر.